أهلا وسهلا متتبعي قناة أنفاس سبور في برنامج مع شروق، حلقة جديدة مع لاعب اللي عطى كثير رغم أن الحظ ما ساوش أن يدير واحد المسيرة كبيرة جدا. كنت استضفه اليوم اللاعب ياسين الرمش، منتوج مدرسة ديال الرشاد البرنوسي، لعب في الرجاء، لعب في الجيش، لعب في الكوكب المراكشي، واحد عدد أخرى ديال الفرق. مرحبا بك سي ياسين. مرحبا استاذ شروق، مرحبا بالمشاهدين الكرام. كنتمنى من الله باش يكون خفيف ظريف عليكم في هذا البرنامج ان شاء إذن الله. بعد مسيرة طويلة اعتزلتي هذه السنة، هذه اعتزلتي الممارسة ديال هذه السنة الكرة. توقفت على ممارسة الرياضة. قبل كنت بديت في كنوجد ان شاء الله بالدبلومات ديالي، عندي الان دبلوم دي والسي، وان شاء الله في السنوات المقبله نكمل الدبلوم ديالي. اش من سنه اش من دابا العمر ديالك فاش وقفتي الكره؟ 37 سنه. 37 سنه. واش من عام بديتي بكري انت؟ بديت في المدرسه ديال البرنوسي في 1998. نعم. تدرست جميع الفئات حتى الوصول ديالي للفريق الاول. من الفريق الاول استطعت باش نبرز المواهب ديالي، ومن ثم كان الانتقال ديالي لفريق الرجاء. انت ما لعبتيش في اللي كنعرف انايا كمتتبع، ما لعبتيش في فريق ديال الامل مباشره من هي فريق الامل كنت كتلعب فيه سنتين. انا لعبت سنه واحده ومن ثم يعني انت بديتي 17 سنه لعبتي في الفريق الاول ديال الراشد البرنوسي، و لعبتي في المنتخب الوطني الشبان. طبيعة الحال المنتخب اللي كان مشى لكاس افريقيا بالبنين ومشى لكاس العالم بهولندا اللي حقق نتائج ايجابيه، كنت معاه في الاقصائيات كامله. قبل النهائيات ديال كاس افريقيا كان عندنا مقابله في حبيه مع فريق الوداد البيضاوي، وهي اللي كان تعرضت فيها الكسر في الساق ديالي. وفي نفس اليوم كان هناك مفاوضات ما بين فريق الرشاد البرنوسي وفريق الرجاء البيضاوي على اساس بان يكون الانتقال ديالي لفريق الرجاء البيضاوي. واحد الطريقه اللي وقعت بان كان المونطون ديال الانتقال 120 120 مليون سبب اصابه، ولا فاش تصابيتي قبل وهبطت ل 20 مليون. 20 مليون. شحال لعبتي في الرجاء؟ تقريبا 6 سنوات. 6 سنوات من بعد انتقلتي ل انتقلت اعاره الفريق الكوكب بروش مده 6 اشهر. رجعت لفريق الرجاء، ما كملش الاتفاق باش نرجع للفريق. من بعد توجهت لفريق شباب ريف الحسومي، كان انا ذاك اول موسم ليه في القسم الاول، اللي كانت تجربه ناجحه. من بعد عاوتاني مشيت للجيش الملكي، وداد الفاسي، شباب مسيره، اتحاد تمارا، الرجوع عاوتاني شباب الريف الحسيني، واخيرا جيت بغيت نسولك ياسين. وداد فاس كان دابا الظاهره اللي ولات في الكره، كتلقى لعب هنا في الجيش، لعب هنا، لعب في الرجاء، لعب في الكوكب، في تطوان. الظاهره كيفاش كتشوفها؟ يعني لان قبل كانت الهويه، لعبتي لعب فرقه حتى كيسالي فيها، وكتكون واحد الهويه ديال اي فريق، كتلقى عنده واحد الهويه ديالو. دابا واش هادشي ما اثرش على طبيعه الحال؟ ياثر، لان ملي ما كتكونش استمراريه في سنوات مع فريق كيكون عندك شويه صعوبات في التأقلم مع الفرق الأخرى، ولكن الحمد لله رغم ذلك تجاوزنا ديك الصعوبات والحمد لله حققنا مع الفرق اللي لعبنا معها نتائج طيبة. أشنو هي الذكرى اللي كتبقى الآن عمرك تنساها مع الرجاء؟ وكيبقاو الذكريات ديال الألقاب شي لقب اللي كأس العرب 2006 اللي حققناه مع أوسكار فيلوني، لقب بطولة مع روما، لقب البطولة الأول والثاني. كاين شي ذكرى أخرى زوينة مع فريق آخر، فرق اللي لعبتي معاهم؟ وهي كاينين ذكريات، ولكن الذكريات الجميلة هي اللي وقعت مع الرجاء، لأن الرجاء فريق كينافس على الألقاب عنده واجهات العالم كامل. الحمد لله كانت نتائج. كاين شي ذكريات أخرى اللي ما تبغيش تفكرها؟ الذكريات اللي ما تبغيش تفكرهم فيها هي الذكرى ديال الكسر ديالي في مقابله حبيه بين وداد والمنتخب الوطني للشبان، لان هذيك الساعه كان اي لاعب كيحلم انه يمشي يلعب كوب دافريك ولا كوب ديمون. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. انت ياسين انت لعبتي تقريبا 20 عام ديال الكوره، واش كتحس بان دابا حسيتي بالكوره عطاتك؟ يعني كنهضر ماديا بعدا ماديا، ماشي داكشي اللي كتستحق اللي كنطمح ليه، اللي كنت كتستحق. لا ماشي بهذاك الطموح اللي كنت كنطمح ليه، ولكن الحمد لله
كتحس بان الكره عطاتك شي حاجه في الحياه؟ الحمد لله عطاتني بزاف ديال الحوايج اللي لان فتحتني على بزاف ديال الحوايج اللي الصراحه اللي ما كنتش كنتوقع اني نوصل ليهم وصلت ليهم في ظل الكره. الحمد لله. تبعتي الشان طبيعة الحال. عندك شي كلمه على المنتخب الوطني؟ هو شان نقول في المنتخب دار كل شيء حق كل شيء من ناحية الأداء ولا حصل حتى النتائج. فحسين عموسة معروف عليه بأنه رجل الألقاب وحتى اللعابة اللي كانوا معاه تبارك الله كل شيء أدى أداء في الاتجاه هذا. كنشوفوا دابا المنتخب الأول كلهم من المحترفين واش ما كتشوفش أنت كلاعب لعبتي كرة بزاف وداك الشيء ما كتشوفش أنش كاين شي عناصر اللي كيستحقوا أنهم يكونوا في المنتخب الأول؟ طبيعة الحال فالشان بينات على أن هناك لاعبين اللي يستحقوا يكونوا في المنتخب الأول فعلى رأسهم تبارك الله رحيمي حفيدي عدة لاعبين من غير بوفتيني اللي بينوا على المهارات ديالهم وكيستحقوا يكونوا في المنتخب الاول خاصه ان اللعابه هادو مع الفرق ديالهم راه متمرسين في الملاعب الافريقيه عندهم تجربه وخبره سابقه باش يفيدوا ان شاء الله المنتخب المغربي وكنتمنى من الله باش الناخب الوطني ينادي عليهم لانهم كيستحقوا. عندك شي وليدات ياك؟ طبيعة الحال عندي جوج بنيه. هذاك الوليد تمنى انه واحد النهار حتى هو يلعب كره؟ ما لا حتى حاجه ما بعيده كلشي حاجه ما بعيده ونتمنوا ليه التوفيق ونتمنى لك الصحه والنجاح في المسيره التدريبيه ديالك. وتنسولك ياسين العالم كله عاش السنه ديال الكوفيد انت بغيت شخصيا كيفاش عشتيها؟ فنقول لك كما عاشوا جميع اللعابه كانت في الاول شويه صعيبه لان كان كل شيء مغلوق ما عندكش فين تدرب ما عندكش فين تمشي تحاول انك تحافظ على اللياقه البدنيه ديالك. تريني في الدار طبيعه الحال في المنزل ديالك. شريتي شي ضروري كتشري شي معدات ضروري شي معدات باش كتعاون راسك ولكن الحمد لله تجاوزنا رغم الصعاب ديالها. اما بالنسبه للمقابلات ففي اللعاب كيحتاج الجمهور لان الجمهور هو المساند الرسمي للفرق الوطنيه فكره القدم بدون جمهور ما عندهاش طعم لانه ملي كيكون الجمهور كيتزاد فيها الحماس كيتزادوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي باش كيستمتع بهذاك الجمهور. وكيفاش كتشوف الناس غادي يرجع للجمهور؟ تغير حوايج كثيره ان شاء الله يرجع الحماس ويرجعوا اللاعبين ان شاء الله يديو اكثر من اللي عليهم باش يرضيو ذاك الجمهور لان الجمهور المغربي كما كتعرف متعطش لكره القدم وكيبغي كره القدم بزاف. كتفرج بطبيعة الحال كتفرج كرة برا، شكون هو الفريق المفضل عندك؟ وهاد الساعة كانت البارسا ولكن من بعد ملي ولات النتائج ديالها شوية كنتحفظ على هاد النتائج اللي كتوقع فيها البارسا في هاد الأيام. إذا أنت من الجمهور ديال طبيعة الحال البارسا ديال النتائج لا البارسا ورغم النتائج. وبالنسبة في المغرب أنا عرفتك لعبتي في الرجاء هو الفريق الام برنوسي هذاك ما كيتناقش معك حتى شي واحد فيه اما العشق اللي انت كتعرف على ذكر البرنوسي معروف عند المغاربه كاملين بانهم من احسن افضل المدارس اللي نتجت عدد ديال النجوم ديال الكره ديال المغرب. ادور واحد النهار تهدم ذاك الملعب ديال البرنوسي ولا واحد المشروع ديال التراموي ما كاينش بديل الى حد الساعه هذه تقريبا 4 سنوات ما كاينش بديل. كيفاش انت يعني كمنتوج ديال هذيك المدرسه كيفاش شفتي هذا الواقع هذا؟ فاش نقول لك استاذ اعدام ذلك المعلمه التاريخيه اللي نجبات اكثر من لا يعد ولا يحصى باش انك تحيد هذيك المعلمه فتكرفصوا على هذاك الحي وكنتمنى من الله باش الناس المسؤولين باش يشوفوا من وجه هذيك الفرقه لان مشتل كيعطي اللعابه راه صعيب باش تلقاه. نعم. وسيرتو البرنوسي كانت معروفه عليها بانها نتاج البطوله الوطنيه من ناحيه اللاعبين المميزين. كنت واحد باش ندير واحد الاشاره باش ما نتفهموش غلط حتى ذاك التراموي تا هو راه فيه مصلحه كبيره ومنفعه كبيره المصلحه ديالو طغات على المصلحه الرياضيه. فوالا هو كان واحد توجد واحد البديل لان يعني المدرسه ومدرسه كتعطيك لان ماشي مدرسه اللي كانت واقفه مدرسه اللي كانت كتروج السوق المغربيه ديال كره القدم لان فيما اي فرقه غتشوفها ضروري كاين شي واحد من البرنوسي واحد ولا ثلاثه
خمسة أقل إيمان كيكون واحد داز ما كاينش شي فريق في القسم الأول اللي ما لعبش في واحد من البرنوسي من البرنوسي وكاين بعض المرات أحيانا كان واحد الفرق كانوا كيلعبوا ستة بحال الأولمبيك خريبكا الدفاع الحزن الجديدي الكوكب كتوصل خمسة ستة اللعبة ديال البرنوسي الأيام الأخيرة ما بين 2010 راه ولاو تما الرجاء ولات كتاخذ غير بستة بالربعة من تما نعم إذا هذه المهم هذه رسالة باش توصل باش أنه على الأقل هذا الفريق ديال البرنوسي اللي فيه دابا يتوجد ليه واحد الملعب ديالو لانه ولا هو دائما لاجئ في واحد العدد ديال الاحياء وديال المدن ما كيلقاش حتى ملعب مره كتلقاه في سيدي مومن مره في سوريا ياسين غادي نسولك على ثلاث الاسماء تعطيني اجابه بسرعه الراي ديالك فيهم فتحي جمال فتحي جمال اطار وطني كف يشهد له بالكفاءه ديالو كان كل الاحترام لانه كيرجع ليه الفضل ديالو الفضل ليه هو من بعد الله عز وجل في انتقال ديالو للرجاء البيضاء اوسكار فيلوني الله يرحمه اوسكار شنو نقول لك من بين احسن المدربين اللي تمرنت معاهم بدون نقاش جريندو اللاعب السابق ومدرب الحالي جريندو كان اب واخ وكان هو الوسيط اللي كيمدني بالنصائح ترجع لي الفضل كبير في عده امور اللي قديتها في حياتي والحمد لله وكنشكر من هذا المنبر إذن شكرا سياسينا لقبول دعوة أنفاس سبور مشاهدي الكرام إذن ندعكم ونضربوا موعد باش نتلقاو في حلقة مقبلة إن شاء الله من برنامج أنفاس سبور تحياتي